أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من هذا البرنامج الذي نسأل الله العلي القدير أن ينفع به الجميع. مرحبين بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونذكر الإخوة بجوال البرنامج للرسائل النصية فقط 0517855536. حياكم الله جميعا. بادئ ذي بد حفظكم الله، نبدأ بما بعث به الأخ عبد الله من الرياض، يقول في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسأل عن الفطرة الحنيفية في هذه الآية، وكيف يكون المسلم في منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين، يعني أخلص عملك. أقم عملك، أقم وجهك أي أخلص عملك لله عز وجل. حنيفا أي مقبلا على الله، معرضا عما سواه. فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا الدين هو دين الفطرة التي خلق الله الناس عليها، فهو موافق للفطرة، والحمد لله. دين الله ملة إبراهيم حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فكل مولود، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أن يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه أن يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا، وهذا بالتربية السيئة الذي يغير الفطرة. تربية السيئة تغير الفطرة، والفطرة إنما هي لدين الإسلام، فهو دين الفطرة الذي يوافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها. لا تبديل لخلق الله، لا أحد يغير الخلق فيخلق مخلوقا على غير الفطرة، لا أحد يغير مخلوقا يخلق على غير الفطرة، وإنما يفسد الفطرة بعد ذلك بالتربية السيئة، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، يعني لأن الإسلام هو دين الفطرة، هو في الأصل مسلم، في الأصل مسلم، لو لم يغير لاتجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا اتبع الرسل، تبع دين الإسلام، لكن تربية السيئة تنحرف به عن الدين الفطرة وتغير فطرته. أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه على الإسلام أصلا. نعم بارك الله فيكم. الفقرة الثانية من أسئلته يقول: في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، ما المقصود بذلك؟ هذا هو الذي تحدثنا عنه، أن الله خلق الخلق على الفطرة السليمة،
ثم جاءت شياطين الإنس والجن فاجتالتهم عن فطرتهم، يعني غيرت فطرتهم إلى فطرة الإلحاد، إلى فطرة الكفر، إلى فطرة الشرك، فهي غيرتهم. التربية السيئة والوالدان السيئان والمربي والمدرس هو الذي يحرف المولود عن الفطرة التي فطره الله عليها. نعم. أحسن الله إليكم المستمع والمشاهد رضا الرحمن من مكة المكرمة يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة الحقيقية التي يجب أن نتبعها؟ عقيدة أهل السنة والجماعة الحقيقية التي يجب اتباعها هي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا خلقهم لعبادته، ومصلحة عبادة الله راجعة إلى المخلوق، أما الله جل وعلا فإنه لا ينتفع بعبادة العابدين ولا يتضرر بكفر الكافرين، وإنما يعود النفع والضر إلى المخلوق نفسه. نعم. أحسن الله إليكم أبو شاهر من تبوك يقول: في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، سبب هذه الآية وما معناها؟ يقول الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي هذا الرسول الذي بعثه الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم سيبلغ دينه المشارق والمغارب وينتشر على المعمورة في الآفاق ما يشاهدونه من الآيات الكونية، وفي أنفسهم ما يحدث لهم من الصحة والمرض والعوارض السارة وغير السارة، هذا كله من تدبير الله جل وعلا ومن أمره الكوني، حتى يتبين لهم أنه أي دين الإسلام أنه الحق. نعم. أحسن الله إليكم أيضا من الأسئلة هذا عبد المنعم محمد يقول: في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، على ماذا تدل هذه الآية وما هو الاختلافات التي خارج القرآن الكريم؟ الآية واضحة تدل على أن القرآن من عند الله لا من عند غيره، إذ لو كان من عند غير الله لتضارب واختلف وحصل فيه خلل، كون هذا القرآن مستمر ومحفوظ ولم يغير باقيا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه من عند الله وأن الله حفظه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، يعني القرآن، وإنا له لحافظون. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. بكر محمد يقول: هناك من يقول إن العالم وجد بفعل الطبيعة، أي أن ذوات الأشياء من نبات أو حيوان أو جماد وخصائصها أوجدت نفسها وحركاتها، كيف يكون الرد على ذلك؟ هذا كفر بالله عز وجل وإلحاد بالله وتغيير للفطرة التي فطر الله الناس عليها. الطبيعة مخلوقة مخلوقة لا تغير شيئا ولا تحدث شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول: ما هي حدود حسن الظن بالله عز وجل وحدود حسن الظن بالآخرين، وهل يأثم من يسيء الظن بهما؟ حسن الظن بالله عز وجل ليس له حدود. نعم.
فيحسن الظن بالله ولا يساء الظن بالله، هذا شأن المشركين الذين أساءوا الظن بالله، وإذا دخلوا النار قال الله لهم: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. والمنافقون يسيئون الظن بالله عز وجل، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله إليكم. أبو هيثم يقول: ما هي علامات المنافق وخاصة في أمور الدين؟ تظهر على علاماته على تصرفاته وكلامه، ولو أراد أن يكتمها فإنها تظهر. قال صلى الله عليه وسلم: من أسر سريرة أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: كيف نتخلص من الألفاظ الشركية ومن ذلك الحلف بغير الله وكذلك التسوية في مشيئة الله عز وجل؟ تخلصون من ذلك بالتعلم، تعلم العقيدة الصحيحة، دراسة العقيدة الصحيحة، حتى تعلموا ما يخل بها وما يبطلها، فستتجنبوه وتحافظوا على العقيدة الصحيحة التي جاءت بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما ما جاء به خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم. سؤاله الآخر عن الحلف بغير الله عز وجل، ما حكمه؟ الحلف بغير الله شرك، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهو شرك، إلا أنه شرك أصغر، إلا إذا عظم المحلوف به كما يعظم الله فإنه يكون شركا أكبر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل أبو عمر يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. يقول بارك الله فيكم: إذا ذهبت فقط أيضا لأداء للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكم عملي هذا؟ وهل يعتبر هذا شد الرحال إلى المسجد النبوي؟ نعم، نعم، لا يجوز شد الرحال، يعني السفر لأجل العبادة في مكان من الأرض، إلا إلى هذه المساجد 3: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المساجد 3 التي يسافر إليها من أجل العبادة فيها، لأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة فيما سواه. فهذه المساجد هي التي يسافر إليها من أجل العبادة فيها والصلاة فيها. وأما مجرد الصلاة والسلام على النبي فهذا لا يشد الرحال من أجله، بل تصلي عليه حيث كنت، ولا حاجة إلى السفر. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم، أم بدر من الجبيل تسأل وتقول: ما حكم تعليق التمائم والأوتار والقلائد لدفع العين عن الأطفال خاصة؟ هذا لا يجوز، وهو إما شرك إذا اعتمد على هذه المعلقات واعتقد أنها تنفع من دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أنها سبب من الأسباب وأنها بما تنفع ولا تضر إلا بمشيئة الله، فهذا شرك أصغر، أنه لا يجوز تعليق التمائم والحجب، وإنما المسلم يعتمد على الله ويتوكل على الله ويدعو الله بدون تعليق تمائم أو حجب. نعم، نعم، أثابكم الله.
تسأل أيضا عن التطير والتشاؤم، وتقول هل الطيرة شرك؟ نعم، في الحديث الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، لأن فيها اعتقاد أن شيئا ينفع أو يضر من دون الله عز وجل. فإذا حصل للإنسان تطير فإنه يدفعه، ويدفعه بالتوكل على الله. قال في الحديث الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فيدفع الطيرة إذا حصلت له، يدفعها بالتوكل على الله عز وجل، وبالدعاء: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. أبو إبراهيم سوداني مقيم في الدمام يقول: هل النميمة والغيبة وسماعها هل تدخل في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ الغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فإذا ذكرته بما يكرهه في غيبته، فهذه هي الغيبة المحرمة التي شبهها الله بأكل لحم الميت. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نعم. أحسن الله إليكم. سمير محمد أردني مقيم في المملكة يسأل عن صفة الاستواء لله عز وجل. نحن نثبت الاستواء لله على العرش، ونثبت علو الله على مخلوقاته، وهذا من صفات الله عز وجل الذي جاءت بها الأدلة. أما كيفية الاستواء وكيفية العلو فلا نعلمها، الكيفية لا نعلمها، إنما نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل. نعم. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هل هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى له صفة الكلام؟ نعم، أن الله يتكلم، يأمر وينهى، ولا حد لكلماته، كما في هذه الآية: قل لو كان البحر مدادا، أي حبرا يكتب به كلام الله، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فالله جل وعلا تكلم ولا يزال يتكلم، ويأمر وينهى، ويخلق ويرزق ويدبر، وله الأمر كله سبحانه وتعالى. نعم. سؤاله الأخير بارك الله فيكم في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. يسأل عن تشبيه الله عز وجل أو التمثيل في ذلك. لا يجوز تشبيه الله جل وعلا بخلقه، لأنه لا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، أي شيء، أي مخلوق، إنه لا يشبه الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يسأل سامي محمد من جدة عن قوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. يسأل عن الإيمان بالكتب السماوية. يجب الإيمان بالكتب، وهذا ركن من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة، ومنها الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل، ما سماه الله لنا وما لم يسمه. نعم. يسأل أيضا سؤاله أو الفقرة الثانية من سؤاله، يقول: عن الإيمان بالساعة وأشراطها.
يجب الإيمان بقيام الساعة وعلامات الساعة التي تأتي قبلها، يجب الإيمان بذلك وأنه حق وأنه من عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. سعد محمد يسأل عن كيف يكون حشر الناس يوم القيامة؟ الله أعلم بذلك. يجمعون في المحشر، تسوى الأرض وتزول الجبال وتصبح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يجمع الله الخلق في هذا المكان المسمى بالساهرة في أرض الشام، يجمعهم لفصل القضاء بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، أبو هيثم يسأل عن البدعة وخطرها على إيمان الرجل. البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه خطرها عظيم، لأنها تغيير للسنة، ولا تجتمع السنة والبدعة، لا بد إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون سنيا، ولا تجتمع السنة والبدعة إلا وتخرج إحداهما الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. في هذا الموضوع، هذا يسأل ويقول عبر الجوال: هل يجوز للزوجين أن يحتفلا كل عام بموعد زواجهما، وهل هذا بدعة؟ إيه نعم، هذا لا يجوز وهو بدعة، ولا يجوز الاحتفال بمناسبة الزواج سنويا أو غير ذلك من الأوقات، لا يجوز هذا. نعم. وهل يشمل أيضا أعياد الميلاد؟ نعم، الأعياد ما فيها أعياد إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحج، فهما عيدان لأهل الإسلام، ليس هناك عيد غير هذين العيدين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحمد سعيد يقول: أنا أدرس وطالب للعلم، لكن ما هو مفهوم من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه؟ نعم، لا تعتمد على قراءة الكتب، لا بد أن تقرأ الكتب على علماء يبينون لك ما فيها من الحق وما فيها من الباطل، لأن الكتب تشتمل على حق وباطل، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، والكتب كثيرة، ولا يعتمد إلا على ما جاء على وفق القرآن ووفق السنة النبوية. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا يسأل ويقول عبد الله محمد يقول: ما المقصود بالتعريض في اليمين؟ نعم، ما المقصود بالتعريض في اليمين في الحلف؟ نعم، أن يقصد الحالف شيئا لا يعلمه المحلوف له، ولا يجوز هذا إلا للتخلص من الظلم. تخلص من الظلم يجوز أن يتأول في اليمين ويعرض ولا تكون على ظاهرها للتخلص من الظلم، وأما إذا لم يقصد به التخلص من الظلم فإنه من الكذب، ولا يجوز الحلف في الكذب، هذه صفة المنافقين، يحلفون بالله وهم كاذبون ليغروا المستمع لهم، لا يحلف المسلم بالله إلا وهو صادق وعلى حق. نعم. بارك الله فيكم. يقول: وهل يدخل في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف، وحديث: يمينك على ما يصدقك به صاحبك؟ نعم، هذا هو، أن اليمين على ما يصدقك صاحبك، فإذا كانت على غير ظاهرها فإن هذا من الخداع والكذب، لا بد أن تكون اليمين صادقة ظاهرا وباطنا.
وهذا تعظيم لله، تعظيم للمحلوف به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول: ما معنى أو ما المقصود بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ نعم، الحديث وإن كان فيه نظر لكن معناه صحيح، أن الطلاق أنه يفرق الأسرة ويفرق بين الزوجين، فلا يصار إليه إلا عند الحاجة، ما يصار إلى الطلاق إلا عند الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت على جوال البرنامج، ونذكركم برقم الجوال 0501 785 5536 للرسائل النصية. هذا يقول: بارك الله فيكم، حكم الاقتداء بإمام المسجد لمن كان داخل البيت المجاور؟ لا يجوز هذا إذا كان بين البيت وبين المسجد وبين الصفوف مسافة ليس فيها أحد، فإنه لا يجوز أن يقتدى بالإمام إلا إذا اتصلت الصفوف، إذا اتصلت الصفوف وكان المصلي في الصفوف فلا بأس، أما إذا كان بينه وبين الصفوف مسافة ليس فيها أحد فهذا لا يجوز أن يصلي خلف الإمام لأنه منفصل عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الله من أبها يقول: فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله، ما هي وصيتكم لمن يقرؤون الرقية الشرعية وأحيانا تتخللها بعض الأمور الخاطئة في القراءة وخاصة مع النساء، ما هو توجيهكم؟ الرقية لا تكون إلا من الكتاب والسنة والأدعية الصحيحة، ولا تكون الرقية بغير الكتاب والسنة وغير الأدعية الصحيحة الثابتة، فإذا كان إذا دخلها ألفاظ غريبة أو ألفاظ غير معروفة فإنها لا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم محمد تقول: هل يجوز أن آخذ الزكاة من والدي الذي أرسلها لي؟ لا تجوز زكاة الوالد لولده ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده، لا تحل ولا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بارك الله فيكم، بعض الناس اعتاد في شهر شعبان الاحتفال إما في الليلة 15 أو ليلة 27 من شهر شعبان، ما صحة ذلك؟ هذا غير صحيح ولا أصل له، وهو بدعة، لا يجوز تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ولا يوم النصف من شعبان بصيام، لا يجوز هذا، وإنما شعبان كغيره من الشهور. نعم. هل هناك يعني فضائل في هذا الشهر للصيام في شعبان؟ شهر شعبان ليس فيه فضائل إلا من له صيام معتاد في غير شعبان فيجوز أن يصوم صيامه الذي اعتاد عليه من شعبان، أما أن يحدث في شعبان صياما ليس من عادته ويخص شعبان فهذا بدعة. نعم. الأخ جمال من الأردن يقول: هل يرث أبناء الأخ المتوفى من الجدة مع وجود الأعمام والعمات؟ هذا تراجع فيه المحكمة المواريث. نعم. يراجع فيها القاضي في المحكمة، ينظر فيها وينظر نوعية القرابة وأسباب الإرث. نعم. يقول: بارك الله فيكم، أيضا سؤاله الآخر: حكم تأخير توزيع الإرث مع الحاجة لذلك من الأبناء والبنات؟ إذا كان تأخيره من أجل سبب صحيح لا بأس، أما إذا كان تأخيره من غير سبب فإنه لا يجوز، وهو ظلم وحرمان للورثة، فيبادر بإعطائهم حقوقهم. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى جوال البرنامج، هذا يسأل حفظكم الله عن الماء الطهور، ما هو، وهل يجوز أيضا أن يتوضأ المسلم بماء البحر؟
الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته من حرارة أو برودة أو حلاوة أو ملوحة، ويجوز التطهر بماء البحر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر بماء البحر، قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نعم. أحسن الله إليكم. إسماعيل محمد يقول: أتيت للمسجد والإمام في التشهد الأخير، وأنا مدرك أنها الركعة الأخيرة، هل أدخل مع الإمام أو أنتظر جماعة ثانية؟ إن كنت تعلم أن هناك جماعة مقبلة فانتظرها، وإذا لم تعلم أن هناك أحد مقبل فادخل مع الإمام فيما بقي لتحصل على أجر المتابعة، وأما الجماعة فهي فاتتك بفوات الركعة. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول بارك الله فيكم: كيف أرد على من يقصر في الصلاة وكذلك يقصر في أمور العبادات وأحيانا يستهزئ ببعض الأمور الإسلامية؟ الذي يستهزئ بشيء من أمور الدين يرتد عن دين الإسلام، هذه ردة والعياذ بالله، فلا يستهزئ بشيء من أمور الدين، وعليه أن يحترم الدين وأن يعظم دين الله عز وجل وأن يمتثله ويدين الله به، لأنه هو النجاة. نعم. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول إسماعيل عبد الله من الرياض مقيم، يقول: ما حكم تأخير قضاء الصوم وذلك للنسيان أحيانا؟ النسيان إذا أخره نسيانا فإنه لا يؤاخذ، عفي لأمة الخطأ والنسيان، لكن لا بد من القضاء، فإذا تذكره يجب عليه أن يبادر ويقضي ما عليه لتفرغ ذمته من هذا الواجب العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. أم أحمد تقول: كيف يتخلص الرجل أو المرأة من الوساوس، وخاصة بعض الوساوس في العبادات وكذلك في الوساوس الشخصية؟ تخلص منها أولا برفضها وعدم الالتفات إليها، ثانيا استعيذ بالله منها، قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي آخر سورة من القرآن، وهي سورة الناس: من شر الوسواس الخناس، الوسواس الشيطان، إذا غفلت عن ذكر الله وسوس لك، وإذا ذكرت الله انخنس وابتعد عنك، فهو وسواس إذا غفلت عن ذكر الله، خناس إذا ذكرت الله عز وجل. نعم. نعم. طه محمد يقول: أنا حلفت على أني لن أشرب الدخان ورجعت له والآن لي تقريبا 7 أشهر، ما هي نصيحتكم لأترك هذا الدخان وماذا يترتب على هذه اليمين؟ نعم، يجب عليك أن تترك الدخان ولو لم تحلف، لأنه ضار، فأنت تدخل على نفسك الضرر، والدخان لا فائدة فيه بوجه من الوجوه، بل هو ضرر محض، فعليك أن تتوب إلى الله وأن تتركه، ويعينك الله على تركه إذا توكلت على الله وتركته خوفا من الله سبحانه، أعانك الله على تركه وخلصك منه. وأيضا لا تجالس المدخنين، لأنك إذا جالستهم فعلت مثل فعلهم، فجانب المدخنين لا تجلس معهم، ليعافيك الله من هذا الدخان. نعم. واليمين التي عليه؟ اليمين يكفرها، إذا حلف أن يترك الدخان ثم عاد إليه نقض يمينه، فعليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. أحسن الله إليكم. أم يوسف من الرياض تقول: يقول بعض الناس: اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وكذلك يدعون: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان، ما صحة هذه الأدعية؟ الدعاء مطلوب، نعم، تدعو الله أن يبلغك رمضان وأن يعينك على صيامه وقيامه وأن يتقبله منك، فالدعاء مشروع والحمد لله. نعم. وكلمة لا فاقدين ولا مفقودين؟ لا أصل لها. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا بارك الله فيكم، هذا يقول: أريد أن أؤخر زكاتي التي يمضي عليها الحول في شهر شعبان إلى تقريبا 20 يوم، أؤخرها إلى شهر رمضان المبارك، ما صحة ذلك؟ لا بأس بذلك أن تؤخرها طلبا لفضل رمضان، لا بأس بذلك، والمدة قريبة، 20 يوم متأخرة لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. كثير من الناس بارك الله فيكم، هذا هو السؤال الأخير، كثير من الناس يؤخرون أو يخصصون شهر رمضان لدفع الزكاة وتوزيع على الفقراء، بينما هناك من يحتاجها طوال العام، ما توجيهكم؟ إذا كان التأخير قليلا فلا بأس، أما إذا كان التأخير كثيرا وهناك أناس محتاجون إلى الزكاة فيجب تعجيلها لهم ودفعها إليهم، ولا يؤخرها مدة طويلة إلى أن يأتي رمضان، لأنها دين في ذمته وحق واجب عليه، فيؤديها لمستحقيها ويبادر بذلك. نعم. نعم، لكنه يقول: إذا كان من أعطيه الزكاة لا يحسن التصرف بها، هل لنا أن نتصرف بها ونشتري لأبنائه ما يحتاجونه من حاجاتهم في هذه الدنيا؟ نعم، إذا كنت لا تثق منه لأنه يصرفها في غير وجهها، فاشتر بها أغراضا وادفعها له أو لأولاده، لا بأس. نعم. جزاك الله خير يا شيخ صالح، وبارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له بأقواله وأعماله، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، كما نسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي وفي كل مكان، وأن يغيث البلاد والعباد، وأن يبلغنا شهر رمضان المبارك. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة. وفي الختام هذه تحية من الزملاء كافة، وكذلك من المخرج سلطان العتيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.